بإطلالة على ضفاف العاصي بقلب محافظة حماة، بقية النواعير مستمرة بالدوران ورفع المياه لري المزروعات حتى صارت مع الزمن رمز للمحافظة ومحط أنظار زوارة. النواعير يلي بدأت صناعتها تقديرياً قبل 800 عام ما قبل الميلاد، ولليوم ومع صخب التطورات يلي دخلت حياتنا بقيت الناعورة صناعة تحمل الكثير من الإبداع والابتكار. كل زمان في له عدد ورشات، يعني هلا نحن عندنا بزماننا ورشه وحده هي ورشه النواعير بلديه حماة مسلمتها. اول قديما كان في عده ورشات، نذكر منهم حج علي السلق، نذكر منهم حسن الملك، نذكر يعني في كان معلمين له المصلحه وتوارثوا اجيال عن اجيال. القلب والكفوتة من خشب الجوز حصرين هذولي، عندنا لازم يكونوا خشب جوز، عندنا الأعتاب اللي عددهم 16 بنقدر بنحطهم من خشب الكينان، بنقدر بنحطهم من خشب التوت، بنقدر بنحطهم من خشب أكثر شيء خشب كينا أو توت أو جوز. الوشاحات خشب حور حصرين، خشب حور لطوله اولا، والثاني خشب الحور بيعطي ليونه وبنفس الوقت قوه. بعد الرادينه بيجي عندنا الابون، ابون سفلي وابون سفلي وابون علوي. بعد الابون بيجي عندنا الطبق، بعد الطبق بيجي عندنا الوجه، بعده عندنا المعد، في عندنا هون الريشه، بعد الريشه بتيجي الجامعه، بعد منه البيكار. هيك بيكون يعني تقريبا اعطيناك شرح كامل بالنسبه للخشب تبع الناوره. هي رمز بزين مدينه حماة، ورغم التطورات بقيت صناعه الناوره عم تتنقل من جيل لجيل لتبقى عم ترفع مع المياه حكايه صناعه بقيت موجوده بين ايدي حراسها.